la même façon de regarder l'avenir. Alhamdulillah, j'ai eu deux victoires successives. كنا محتاجين اليوم باش نديرو التقليعه ديالنا ونمشيو بعيد في البطوله الوطنيه. فالحمد لله المورال ديال الدراري دابا مزيان، حققنا النتيجه اللي هي مزيانه ضد فريق اللي هو صعيب. انتم عارفين مراكش فريق صعيب اللي صعيب تمارك عليه، سوشي لو مارك عليك صعيب تعاود ترجع في الريزولتا. الحمد لله الدراري كانوا رجعوا في الماتش، رجعنا في الريزولتا، حققنا ثلاثه ديال النقاط اللي هي مهمه. فريق الرجاء ينتظره هذا الأسبوع لقاء هام أمام شباب الريف الحسيمي ليؤكد صحوته الأخيرة دون إغفال المستوى الجيد الذي يظهره الفريق الحسيمي. جات ماتش ديفيسيل hier nous avons vu une équipe très intéressant sérieux contre le mat contre Tétouan. Ils ont un entraîneur bien connu. J'espère un match très très difficile ici et j'espère aussi que les joueurs que notre joueur n'arrête pas pendant la course et le sprint qu'ils sont à faire maintenant. مقابلة جيدة الحسيمي ما غتكونش مقابلة سهلة. كنتمنى ان شاء الله باش نفوزوا بهذه المقابلة. هذا بطبيعة الحال غتكون نفس العزيمة ونفس الإرادة. اللعابة كاملين واجدين، كنتمنى ان شاء الله السيمانة باش ما يتبليس حتى شي واحد، باش ان شاء الله ندخلوا ان شاء الله باش نفوزوا بهذه المقابلة اللي تخلينا ان شاء الله نرجعوا للمرتبة اللي المكانة ديالنا اللي نستحقوا، هي المرتبة الأولى ان شاء الله. فريق الرجاء برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم سيسعى لاستغلال فرصة الاستقبال بالميدان لانتزاع ثالث فوز على التوالي، ولو على حساب فريق عنيد تفصله عنه نقطة واحدة. وقبل الجولة المقبلة، ملاعب البطولة الوطنية الاحترافية كانت شهدت نهاية الأسبوع الذي ودعناه إجراء مباريات الجولة 12، ومن بين أبرز النتائج سقوط المتصدر الوداد البيضاوي في فخ التعادل بميدانه أمام الدفاع الحسني الجديدي، وفوز في آخر اللحظات لأولمبيك خريبكا على الاتحاد الزموري للخميسات، فيما يبقى أكبر مستفيدين من الدورة الرجاء البيضاوي وحسنية أكادير. باقي حصاد الجولة في تقرير عزيزة قبلي. بعد ضياع العديد من المحاولات، آخر مواجهة الجولة 12 فرضت اقتسام النقاط بين شباب الريف الحسيمي والمغرب التطواني، حين بادر الفريق الحسيمي إلى خلق التفوق من خلال ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب عبد الصمد المباركي قبل أن يعادل أحمد جحوح لصالح الفريق التطواني. سيد كروش، وكانت المنافسة انطلقت بمدينة بركان، حيث حقق الفريق المحلي انتصاره الثالث بالدوري على حساب شباب أطلس خنيفرة بهدف عدنان الوردية، فيما تميز يوم السبت بإجراء مباراة وحيدة على أرضية ملعب الفوسفات أعطت هدفا واحدا بأقدام إبراهيم البزغودي في آخر أنفاس موجهة، وجعلت الفريق الزموري يتجرع الهزيمة الخامسة. أما مباريات الأحد فكانت حبلى بالإثارة، حيث واجه الفتح الرباطي نظيره الجيش الملكي في لقاء اعتبر ديربيا رباطيا ولو أنه بملعب 18 نوفمبر بمدينة الخميسات. الفتح افتتح التسجيل عن طريق مراد باتنا قبل أن يعدل للجيش عبد السلام بن جلون، لكن أبت المباراة إلا أن تكون للفتحيين بعد تسجيل مروان سعدان لهدف الفوز في آخر أنفاس اللقاء. وبفاس تعادل الماس أمام أولمبيك آسفي، المهدي بالعروسي سجل الهدف الأول ضد مرماه لصالح أولمبيك آسفي قبل أن يتدارك موسى كوني ويسجل هدف التعادل. وبعيدا عن فاس، وهذه المرة بملعب الحاثية، نزلت ترسانة الرجاء ضيفا على الكوكب المراكشية، وانطلق مراد زيتوني نحو افتتاح التسجيل قبل أن يعادل فيفيا المبيضي النتيجة، غير أن صلاح الدين عقال كان له الحسم لإنهاء المواجهة لصالح الرجاء بهدفين مقابل هدف. أما حسنية أكادير فقد واصلت سلسلة نتائجه الإيجابية، إذ سجل اللاعب جمال العبيدي الهدف الأول مع بداية المباراة قبل أن يعادل سهيل مناوي النتيجة للنادي القنيطري. لكن زكريا سفيان سجل هدف الفوز لترتقي غزالة سوس للمركز الرابع في الدوري. آخر المواجهات عن يوم الأحد كانت بمركب محمد الخامس بالبيضاء، حيث تعادل الوداد والدفاع الحسني الجديدية بهدفي كل من قادر فال ويوسف أجردوم ليواصل الوداد مسيرته الموفقة في صدارة الدوري المغربي للمحترفين.
النتائج الكاملة للجولة 12 للبطولة الاحترافية وبرنامج الدورة المقبلة في هذا الجدول. دوليا نفتتح من انجلترا التي تعيش غدا على ايقاع كاس رابطه الابطال في محطه ربع النهائي، واحدى ابرز المباريات تجمع توتنهام هوتسبير بنيوكاسل يونايتد من اجل الصراع على بطاقه النصف. نتابع تصريحات المدربين قبل الموعد المرتقب مع زهير الرامي. في حديثه عن مباراة فريقه ضد توتنهام أكد أن بارديو جاهزية فريقه بدنيا وتكتيكيا وأن المباراة ستكون مثيرة وربما يختلفان عن بعضهما، أحدهما يلعب دون الاعتماد على الأجنحة والآخر على العكس من ذلك، وعلينا أن نلعب بطريقة جيدة للوصول إلى النصر. وأكمل حديثه: نريد الفوز لإسعاد جماهيرنا وعشاقنا، الفريق له تاريخ وماض كبيرين. وبخصوص جوناس الأرجنتيني لاعب نيوكاسل، أشار أنا بارديو أن اللاعب يتدرب لوحده ولم يتعافى بعد من الإصابة، أمامه أسبوعين أو ثلاثة للرجوع إلى مستواه البدني، ويتمنى له عودة موفقة للنادي. أما مدرب توتنهام